حلو كلمة شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يخاطبكم معاشر المؤمنين وهو غني عنكم وأنتم فقراء إليه، وإذا دعاكم فإنما يدعوكم لمصلحتكم. ولذلك صح في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سمعت الله يدعوك فاعلم أنه إما إلى خير يقدمك إليه أو إلى شر يصرفك عنه. فإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فقل لبيك ربي وسعديك، واعلم أنه إما إلى خير يقدمك إليه وهو إذا جاء بعدها أمر، أو إلى شر يصرفك عنه وهو إذا جاء بعدها نهي. وهنا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناداكم هذا النداء الكريم، فناداكم بأشرف أوصافكم وأحب أسمائكم إلى الله، وهو الإيمان الذي ميز الله به من شاء من خلقه وجعله نورا يهدي به من شاء. وفي ذلك يقول الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا الإيمان الذي جعله الله في قلب من شاء من عباده هو الذي يدعو إلى العمل، وهو الذي يدعو إلى المنافسة في الخيرات والقرب، وهو الذي دعاكم الله جل جلاله به فقال: يا أيها الذين آمنوا. ثم بعد ذلك قال: كتب عليكم، فهو الذي كتب ذلك وأوجبه، وكتابته مشعرة بثبات هذا الأمر وإحكامه، وأنه لا يتعرض للنسخ ولا التغيير. فلذلك قال: كتب عليكم الصيام.